مساء النور عليكم واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم رسائل. وحشتيني جدا جدا جدا. اهلا بيك يا دعاء. اهلا بيك يا علي، واهلا بكل الناس الحلوه اللي بتشوفنا. وبنعتذر لكم عن حلقه الاسبوع اللي فات بسبب بعض الظروف، والنهارده الحلقه باذن الله تعجبكم. وعايزين نقول لكم ان احنا فاتحين المكالمات من اول الحلقه، فهناخد رايكم بقى في كل المواضيع اللي هنتكلم فيها النهارده، فمستنيين تليفوناتكم. هنتكلم في ايه علي النهارده؟ قبل ما نتكلم النهارده عايز اكد بس، احنا متاسف للساده المشاهدين عن الحلقه السابقه بسبب ظروف خارجه عن ارادتنا، وان شاء الله نقدم حلقه كويسه النهارده هنتكلم عن العلاقات المؤذيه ما بين الازواج او حتى المرتبطين. وكمان مش بس كده، في الجزء الثاني بتاعنا هناخد موضوع انتشر جدا على السوشيال ميديا، موضوع كان اثار ضجه كبيره جدا، وهو زواج التجربه. انت ايه رايك في الجزء الاول في العلاقات المؤذيه اللي بتحصل ما بين الازواج؟ احنا عايزين نتكلم عن كل انواع العلاقات المؤذيه اللي الناس بتستمر فيها. زي اول حاجه مثلا معانا النهارده العلاقه بين اتنين متزوجين، وبتبدا تشوف ان هو مثلا بيبدا الراجل يهينها، يمد ايده عليها، يشتمها، مش بس بشكل فردي بينهم وبين بعض، لا بين الاولاد، بين الاهل، بين الناس في اي مكان. وبتلاقي ان الست دي بتستحمل وتكمل وتقول انا عشان اولادي، عشان مش عايزه اكون مطلقه، وده مش صح. هي بتستمر كده في علاقه مؤذيه، وفي الاخر بتحس ان هي خسرت حاجات كتير، خسرت عمرها، خسرت صحتها، وما بتلاقيش تقدير في النهايه. يعني العلاقات المؤذيه احيانا مش بتكون طرفها الراجل بس، زي ما انت بتقولي، احيانا الست هي بتكون سبب رئيسي في العلاقه تكون مؤذيه. بمعنى الست احيانا بتشك كتير جدا في الراجل، رحت فين؟ جيت منين؟ لا دي انت بقيت بره البيت، اتاخرت بره البيت ليه؟ قاعد مع اصحابك؟ شك دايما. ده بيخلي ان الراجل يبقى مش طايق العيشه معاها. ف موضوع زي ده هو اكبر يعني حاجه ممكن تاذي الراجل. مش بس كده، كمان الست يا دعاء بطبعها نكدية، يعني الست نكديه طبعها. فهو سادة المشاهدين ممكن يقولوا لنا رايهم في لا انا ضد حاجه زي كده، ان انت تقول ان الست نكديه. هقول لك ليه الست نكديه. لو فضلنا نتكلم هنتكلم للصبح، بس تقول لي وجهه نظرك. بس ايه؟ بسيطه جدا. تمام. الست بطبعها عاطفيه جدا، غير الراجل بيفكر بعقله اكتر. الست عشان هي بطبعها عاطفي، فبتاخد التفاصيل تفاصيل، يعني اي موضوع بتركز في تفاصيل تفاصيله، وده بيسبب لها تعب جدا وتفكير كتير جدا، وده يروح راجع عليها بنكد، فتقوم منكده على جوزها، تقوم منكده على اللي حواليها، تقوم الدنيا كلها تصبح نكد. فالست هي سبب رئيسي للنكد. بص، هي دي كذبه انتوا كذبتوها وصدقتوا نفسكم فيها، ان انتوا ايه، ان الست نكديه، ولكن هو اصلا النكد واساسه هو الراجل. زي ما قلت كده، قريتها قبل كده، ان الستات مشهورين بالاكل ولكن الرجاله هم اللي شاطرين فيه. زي برضو النكد، ان الستات هم مشهورين بالنكد بس الرجاله هم اللي متخصصين قوي في النكد. بيجي يقول لك انت بتركزي في التفاصيل، انت بتهتمي. طب ما دي حاجه حلوه، ما تركز انت كمان وتهتم بيها وتشوف هي مثلا بتهتم بيك في ايه وكده، وانت كمان اهتم. مش حته ان انت تركز، لا، ان هو ده نكد بس. يعني انتوا مشهورين بالطبخ فاحنا بنعرف نطبخ، وانتوا مشهورين بالنكد بس احنا اساس النكد، صح؟ لا طبعا، هي موضوع مش كده. صدقيني الست نكديه، حتى يعني الوزن، الست نكديه، الراجل نكدي مش كويسه. يعني خلينا نخش في حاجه تانية، التقليل من الاشخاص. الست ممكن تقعد تقلل من الراجل كتير جدا، تيجي تقول له انت ما بتعملش، ما بتسويش، ده في احسن منك، انا ايه اللي خلاني استمر معاك، وتقعد تقلل منه في شغله سواء مرتبه قليل ايا كان ايه، تقليل بدرجه غير طبيعيه، ده بيأذي الراجل بشكل كبير جدا. برضه بالعكس، عشان ما اكونش متحيز للراجل، الراجل احيانا بيقعد يقلل من الست، انت ما عملتيش، ما طبختيش، ما غسلتيش، انت لازمتك ايه في البيت؟ انت حتى لو بتشتغل يجي يقول لها انت بتشتغلي فين، الفلوس اللي انت بتجيبيها فين، اللي انت بتعمليه. تقليل جدا من كيان الست. الحته دي فعلا مؤذيه جدا، ان هو بيجي بقى بيشتغل على حته الايه، ان هو يفقدها الثقه في نفسها، فتبدا تحس ان هي مثلا برضو حته انت مش حلوه، انت تخينه، خسي، لا اشتغلي على نفسك، لا انا عايزك تبقي كذا كذا كذا. ده حاجه صعبه جدا الحقيقه. عايزه اقول حاجه كمان برضو من الحاجات المهمه جدا، وهي العلاقه بقى في فتره الخطوبه او اتنين مخطوبين، مش بس المتزوجين، ان الراجل هو اللي بيمد ايده او بيشتم او الكلام ده كله، لا، وكمان في علاقات الخطوبه
بنلاقي بعض العلاقات بالشكل ده، ان هو بيبدا يهينها، يبدا يقلل منها، الحاجات دي كلها. اللي يضايق اكتر بقى ان انت بتكوني في فتره الخطوبه وان ربنا بيبين لك علامه وان هو بيقول لك كده، يعني فيما معناه ان هو الحقي اهربي، ومع ذلك انت بتكملي وبتستمري. انا مش قادره احط مبرر لحاجه زي دي. الناس عارفه بتكمل مع بعض، بتعمل مبررات لنفسها. انا هصبر عشان الاولاد، هصبر علشان كذا، عشان اربع حيطان والراجل موجود معايا والاولاد وبتاع وبناكل ونشرب. انت كده بتاذي نفسك وبتاذي الاطفال، وقبل ما تاذي نفسك الاطفال بتاذوا. المشاكل اللي بتحصل ما بينهم في، سواء في التقليل، سواء في الشك، سواء في الخيانه، سواء ايا كان المشاكل اللي بتحصل بينهم في العلاقه، اسمها علاقه مؤذيه. ليه؟ لان هي بتاذيهم سواء الراجل او الست، وبتاذي الطفل. الطفل بينشا عنده عنف وعنده مشاكل نفسيه كتير جدا. وفي دراسه امريكيه بتقول برضو ان اكثر الاطفال اللي يعني الست او الراجل بيكون العلاقه فيهم مشاكل كتير جدا ويحصل طلاق، الاطفال لما بتكبر وتتجوز بيكون نسبه كبيره منهم معرضين ان هم يتطلقوا الانفصال. يعني لان هم بيأثر عليهم من صغرهم بسبب علاقه الاب والام. يعني اكد على حاجه في النقطه دي، ان احنا مش بنقول للاثنين متزوجين ان احنا بنقول لكم ان الطلاق اسهل حل او كده، لا بالعكس. بس في حاجه مهمه قوي لازم تفضلوا حاطينها قدام عينيكوا، ان انت او ان انت كزوج وزوجه لو هتربوا الاطفال دول في جو انتوا منفصلين فيه ولكن بتحترموا بعض وبتقدروا بعض وبتعاملوا بعض باحترام، احسن بكتير قوي من ان انتوا تقولوا لا احنا هنربي عيالنا بينا ومع ذلك كل يوم بيشوفوا مشاكل، كل يوم بيشوفوا اهانه، كل يوم بيشوفوا حاجات بتاثر على نفسيتهم وتاذيهم. عندنا مكالمات تليفونيه. هو احنا معنا مكالمه. مين؟ الو، كنترول جاهز؟ تقريبا الخط قطع. طب خليني اقول معانا. طيب مين؟ ايوه، نتعرف بيكي. طيب تمام، هو الخط قطع ف يرجع. ألو. ايوه، مساء الخير. مساء الخير، نتعرف بيكي. رضوى، ازيك يا رضوى؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام، انت عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. ايه رايك في كلامنا النهارده؟ والله انا تعرضت لاكتر يعني علاقه مؤذيه في الدنيا، وبجد يعني مأثره فيا جدا وبجد دمرتني يعني. طب احكي لنا. كنت اصلا بحب واحد وهو ما كانش معاه حتى يعني تمن الدبله. وكان بيقول لي ان هو بيحبني وقال لي، يعني كان بيفضل يقول لي ان هو بيحبني ويقول لي معلش اقفي جنبي واستحملي كل ده عشاني، وانا فعلا وقفت جنبه واستحملت كل حاجه عشانه. وكنت طول الوقت بدعمه وطول الوقت يعني بقول له كلام بشجعه وبساعده، وكنت بشتغل وبساعده وبفضل طول الوقت اقول له ان هو احسن حد في الدنيا برغم كل عيوبه اللي انا استحملتها. كان طبعا طول الوقت بيهني وكان بيتعصب عليا من اقل حاجه. ليه يا رضوى؟ وكان اي حاجه بتضايقه يعني بيطلعها فيا، وكان حتى بيشك فيا، يعني حتى واخد باسورد كل حاجه. نعم. ليه التعامل بالشكل ده؟ يعني بياخد باسورد كل حاجه، كل حاجه وراك يعني. كان مخليني طول الوقت اصلا بحاول اثبت له اني انا ما بعملش حاجه غلط. ومع ذلك ما كانش بيغير طريقته معايا خالص. وكان طول الوقت بيفضل يهين فيا، وانا كنت بقول له ان هو احسن واحد في الدنيا وكنت بشجعه. لغايه ما كبر، شغله كبر وبقى ناجح، وما بقاش دلوقتي عايزني ولا مهتم بيا ولا اصلا بيكلمني ولا عايزني. فبجد انا يعني والله متضايقه جدا جدا ومش عارفه اعمل ايه خالص. قولوا لي انتوا اعمل ايه. ماشي يا رضوى، انا هقول لك تعملي ايه. هو بس قبل ما ارد عليكي واقول لك تعملي ايه، هو احنا كان عندنا عيد ميلاد هنا قبل الهوا، فعايزه حد من التيم بتاعي بس يجيب لي بالونه من على الارض دي. طب انا هات بالونه كمان، هات بالونه كمان. بصي يا رضوى، الراجل اللي معاكي استنى بس يا علي، هتعملي ايه يعني؟ هقول لك هعمل ايه دلوقتي. الراجل اللي معاكي عامل شبه البالونه دي، كان فاضي، انت فضلتي تنفخي فيه تنفخي فيه تنفخي فيه، لما هتنفخي البالونه دي فوق طاقتها هتعمل ايه؟ هتفرقع في وشك. فنصيحتي ليكي النهارده ان الراجل اللي معاكي شبه البالونه دي، زي ما نفختي
فرقعيه. لا تمام. شفت، انا بشكر وجود البالونات بصراحه اللي ساعدتني ان انا يعني اعرف ارد عليها. هو مثال كويس بس الراجل مش بالون. لا بس الست لما تفضل هو تقول له ان انت احسن راجل وان انت دايما طول الوقت تدعمه نفسيا، وزي ما بتقول ان هو في الاول كان ولا حاجه وفي الاخر هو طول الوقت عمال يشك فيها وعمال يهنها ويعملها بشكل مش كويس، يبقى ايه؟ يبقى هي اللي نفخته وهي اللي لازم تفرقعه قبل ما يفرقع في وشها. وعايزه اقول لك حاجه كمان، ان هو لو رجع لك عشان يعني اقول لك ايه، ما تبقيش او ما يبقاش البالونه اذكى منك، ان هي البالونه لما تفرقع مش هتتنفخ تاني، فما تنفخوه، ما تنفخوهوش مره تانية. اتمنى ما يكون مفيش رجاله بتسمعنا. طيب خلينا ناخد، انا عايزه اقول حاجه بس فضل. كمان يا علي عشان نقفل موضوع العلاقات المؤذيه، اي واحده او واحد، انا برضو مش منحازه للستات بشكل شخصي، في علاقه مؤذيه بيحاسس ان هو طول الوقت بيحاول يدافع عن نفسه، بيحاول يبرر زي ما هي بتقول طول الوقت بتحاول تبرر له ان هي مش بتعمل كده، انت مش مضطر ان انت تكون في الموقف ده. اي علاقه مؤذيه اهرب، امشي، سيبه، شكرا، مع السلامه، لان انت هتفضل في العلاقه دي هيفضل يستنزف فيك، هيفضل يأذيك، هيفضل يدوس عليك، وفي الاخر انت هتحس ان انت بقيت فاضي وما عندكش حاجه تقدمها لنفسك قبل ما تقدمها له. حقيقي جدا، بس الرجاله كلها هتكرهك. طب خلينا نخش في الجزء الثاني، وكفايه قوي كده على العلاقات المؤذيه، وهو زواج التجربه. عايز اقول لك يعني الساده المشاهدين، زواج التجربه ده موضوع انتشر من فتره قريبه جدا، احب اوضحه للناس اللي مش عارفه. زواج التجربه ده عمله محامي، هو عباره عن عقد في محامي بدون ذكر اسماء ابتكر الموضوع ده. ايه زواج التجربه؟ جاب راجل وست وكتب معاهم عقد وحدد مده الجواز، حدد مده الجواز 3 سنين على ما اعتقد يعني. وكتب بنود على حسب برضه اللي هو يعني محدد 3 سنين، ولو هم عايزين يزودوا او يقللوا قبل للتجديد. يعني انا لما جيت ابص على تفاصيل العقد قبل للتجديد. طيب يعني انت كده عامل عقد ما بين اتنين عشان تجوزهم وكاتب فيه المده، انت مأجر شقه، انت عامل ايه يعني؟ اللي انت عامله ده تفكيرك، انت بتفكر ماشي، بس تفكيرك ده في ايه؟ في حاجه كويسه ولا حاجه غلط؟ يعني انت كمحامي او بتنتمي للنقابه، يعني من اقوى النقابات اللي موجوده في مصر، انت مفروض تفكر زي كل المحامين اللي موجودين او القامه الكبيره اللي في البلد، قانون كويس يقف في حق الزوج، يقف في حق الزوجه، يحل المشاكل الزوجيه، تساعد على ده بالظبط، مش يعني تفكر في شيء يكون إدانة للإسلام أو يكون إدانة. مفيش دين بينص على الزواج بالشكل اللي أنا حدد، بيهدم القيم وبيهدم القيم والمبادئ، الزواج اللي قايمة على المودة وعلى أكيد الرحم. طبعا أكيد طبعا، فإحنا طبعا ضد طبعًا حاجة زي دي. إحنا معانا مكالمة يا علي، معانا أستاذة سلمى. ألو ألو ألو، أيوة أستاذة سلمى، أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ إزيك حبيبتي، عاملة إيه؟ إيه رأيك يا أستاذة؟ عاملة إيه يا أستاذة دعاء؟ الحمد لله، اهلا بيك. انا متابعة حضرتك من اول الحلقه. ايه رايك في زواج التجربه؟ انا استاذ علي، اهلا بيك، ده شرف ليا. بس انا ضد في الراي شويه. من ناحيه رايي انا ليه؟ طيب قولي. انا مستمتعه جدا بالحلقه ومبسوطه جدا ان انتوا طرحتوا الموضوع ده، بس انا ليا راي مخالف ليك يا استاذ علي. اتفضلي، احب اسمعه، يظهر ان الحلقه كلها راي مخالف ليا. اتفضلي. انا شايفه ان مفيش اي مشكله في جواز التجربه، بالعكس ان الجواز ده ليه ايجابيات كتير جدا جدا، وان الست مستفيده بيه جدا 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 اكتر من الراجل. مستفيده بيه، مستفيده بيه ازاي بقى؟ ازاي يا سلمى مستفيده بيه ازاي؟ يعني بتحط مبلغ مادي كبير يعني، ولا بتعمل ايه؟ يعني اشرحي لنا وجهه نظرك يا استاذ علي. يا استاذ علي حضرتك، أيوة، عارف ان الراجل والست لما بيتجوزوا بيبقى في روتين بينهم جامد جدا جدا، ده بيؤدي الى الطلاق بينهم، مش كده؟ ده صحيح، بس في حاجات بتنشا تاني غير الروتين، ممكن يكسروا الروتين ده. ممكن تجددوا الحياه وتكسروا فعلا يعني الروتين. يعني حضرتك مش ظلم على الست ان هي لما تكون عاوزه تتطلق تفضل تلف في المحاكم وتروح هنا، ما يبقى في عقد بيحدد المده بتاعت الجواز دي، تمام؟ يعني انت عايزه ان يكون في عقد مشكلة. يعني انت عايزه يكون في عقد ما بين الزوج والزوجه
وحدد المدة. ايوه طبعا. طب وبعد ما المدة تخلص يا استاذة سلمى هتعملي ايه؟ عليه طلقني تمام، وفي نفس الوقت انا عاوزة احس ان انا قادرة اغير الروتين ده. يعني انا دلوقتي لو مثلا متجوزة وعاوزة اطلق، زهقت من جوزي، مش من حقي ان انا اغير واتجوز واحد تاني من غير ما هو يقعد يقول لي بقى انا هطلقك او مش هطلقك. تمام. لكن انا لو اتجوزت واحد مثلا مدة مثلا سنة ونص، زهقت منه بعد سنة، ممكن اضغط على نفسي 6 شهور تمام، وفي الاخر اتطلق منه. بلاش كده يا استاذ علي. خلاص. العصمة لما كانت في ايد الست كل الناس انتقدتها في الاول، صح ولا لا؟ ايوه اكيد طبعا، لان يعني دلوقتي بقت العصمة موجودة في ايد الست. استاذة سلمى، هو حضرتك متزوجة؟ لا. يعني انت عايزه لما تيجي تتزوجي اتجوزت 3 مرات يا استاذه لؤي. 3 مرات. 3 مرات وحصل مشاكل كتير قوي قوي، وحاولت اتطلق وبهدلوني، بس في الاخر اتطلقت وقعدت سنه واتنين وتلاته بلف حوالين نفسي. تمام. يعني لازم تحسوا بالست. طيب عايزه اسالك حاجه تانية، انت لو معاكي اولاد بقى وبعد الكام سنه دول هتطلقي وبعدين هتغيري الاولاد كمان؟ لا، انا عن نفسي مش هخلف من اي راجل غير لما اتاكد ان هو هيبقى شريكي ومش هزهق منه العمر كله. ايوه، وانا بصراحه بزهق. ايوه، المفروض فعلا هو علاقه الزواج بتزهق، بس مش بالشكل جواز التجربه والشكل ده خالص يا استاذ علي. الجواز نفسه بيزهق. خلاص ما تتزوجيش يا استاذه سلمى. يعني والله ما تجوش على الست، من حق اتجوز واحد واثنين وثلاثة، زي ما الراجل بيتجوز واحدة واثنين وثلاثة وبيخون مراته مع واحدة واثنين وثلاثة. 3 مرات اتجوزي وده مش بزهر. من حقي حقك، بس مش بزواج التجربة، مش بالشكل ده خالص، مش بتحديد المدة. يعني احنا كده، يعني مش عايز اقول لفظ، احنا كده مقننينها بشكل قانوني بعقد، بنقنن حاجة مش عايز، مش حابب اقول اللفظ يعني. ف بنشكرك يا استاذه سلمى. هو اسمه جواز تجربه ليه؟ عشان ما حدش ضامن هيستمر ولا مش ماشي. مش هيستمر والله. لو الجواز نفع معايا انا ممكن اتجوز رسمي بعد كده بشكل اللي انتوا بتقولوا عليه ده. لا، ما تزودي المده. لما اتجوز جواز تجربه انا من حقي اجرب الراجل اللي انا هتجوزه هينفع معايا ولا مش هينفع. ايه رايك تزودي المده؟ يعني لو حبيتي تكملي في الجواز بدل مقابله للعقد خليه مثلا 25 سنه ماشي، او مؤبد بقى. لا كده تأبيده، يا تزهق استاذه سلمى. خلاص بقى، صح؟ بشكرك جدا. بنشكرك يا استاذه سلمى. بنشكرك. ايه نو كومنت. لا تعليق، لا تعليق. هو ده اللي احنا بنقول ان احنا ضده، ان انت تنشر فكره فتبدا تخلي افكار الناس تبقى غريبه بشكل ان هي تبدا بقى تشغل دماغها بشكل غير صحيح، ونبدا نشوف النماذج اللي زي دي. واتمنى ان يعني راي استاذه سلمى يكون راي فردي، لان حقيقي انا ما احبش اسمعه يعني. طب يا ريت يا شباب تقدروا تفتحوا لنا المكالمات، خلينا نشوف راي الرجاله الحلقه دي، لان الحلقه دي انا موجود كل الناس. يعني حقيقي انا ما شفتش كده، ومش عارف اعلق، مش عارف اقول ايه. بس افتحوا لنا المكالمات تاني وحطوا ارقامنا، خلي لو في مكالمات تاني يمكن نلاقي راي كويس. بس هي برضو يعني عندها حق في حاجه. انا مش حابب اعلق بصراحه على الموضوع ده، انا مش حابب اعلق خالص، غير ان انا ما احبش حاجه زي كده تمس الدين. في مداخله معانا يا استاذ. طيب ماشي. أوكي. طيب مين؟ الو، معانا مين؟ تمام، بيستقبلوها بس. طيب، ما حبش حقيقي موضوع زواج التجربة ده ياخد أكبر من حجمه، احنا حبينا بس نستعرضه ليكم علشان بعض الناس مش متابعة لموضوع زواج التجربة. كمان حابين نقول لأي شخص حابب تبتكر، ابتكر في حاجة كويسة، حاجة تنفع بها الناس. وعايزة أعلق برضو كمان في حتة إن هي بتقول الروتين ومش الروتين. طب ما احنا طالما هنشغل دماغنا بالشكل ده، طب ما نبدأ نشغل دماغنا في الحاجات اللي تدينا طاقة إيجابية تخلينا أحسن وأفضل. ماشي تمام، خلينا نستقبل المكالمة ونرجع نكمل كلامنا. مين معانا؟ أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ أم شادي مع حضرتك. أهلا بيكي. لو سمحتي، الست اللي قبلي هو كلام مش منطقي اللي هي بتقوله على فكرة. كلامها منطقي؟ منطقي؟ لا مش منطقي. إيه مدة ومش مدة، وإحنا
وثيقي بالظبط. انا ده اللي بقوله بالزبط. لان ما فيش دين ولا بيقول ان انا احدد مده في الزواج. يعني هي واخده فلوسها بالايجار ولا ايه؟ هو هي هتاجر جوزها واخدها مده ومعينه وبعد كده هتفك العقد بتاعها؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله، ده اللي احنا بنقوله. اولا بعد اذنك يعني الراجل مش وارد على جنة. الراجل مش وارد على جنة؟ على جنة؟ ليه يا استاذه؟ ليه؟ احنا نتعرف بيكي يا مشادي. مشادي بص يا مشادي، ليه مش وارد على جنة؟ انا ريحته، انا ريحت جوزي وخليته بقى في السما زي ما حضرتك عملتي دلوقتي وفتحت البالونه. رفعت جوزي في السما بقى وكنت بعمل الشغل كله، احنا ناس فلاحين اصلا يعني. حضرتك منين؟ بصي شايله فوق راسي. بس يقول الكلمه، الكلمه بتاعته بقى تحرق في دمي وفي اعصابي وانفجر بقى. فهو اكيد اكيد الراجل مش وارد على جنب. الست اكيد اكيد يعني مش كل الرجاله اولا، بس جوزي فرقني في الرجاله بحال. طب حضرتك فرقعتيه ولا لسه؟ لا بصي بقى انا فرقعت. فرقعت من ايه بقى؟ ان هو لو رن عليا على التليفون وهو في الشغل ما بردش بقى خالص. قلت له بقى مش رد عليك وهقدمك بقى زي ما انت بتقدمني بقى بالكلام اللي انت بتقوله. برافو عليكي، بحييكي. شفت موضوع البالونه اللي كنت قالته في الاول دوت؟ هي انا مش عارفه هي يعني هو رايها راي فردي يا مشادي. راي فردي. اي راي هو لازم نحترمه، بس احنا بنفتح الموضوع عشان كل واحد يقول رايه. بس حضرتك بص، الراجل والست بيكملوا بعض، ده اول حاجه. طبعا اكيد طبعا. حاجه اسمها انا هتجوزه مده معينه وبعد كده هسيبه. بالظبط. مفيش حاجه اسمها كده، ده مكتوب في القران ومذكور في القران. مفيش حاجه اسمها تروح عند محامي ويعمل لها ان ابغض بالضبط. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. فاحنا بنقول برضو انا واحده عايشه برضو ما اقدرش اتطلق، لان انا من بيت ريفي واولادي حاطاهم فوق، لازم احطهم في اي اعتبار. لازم اخاف على اولادي ولازم اصون زوجي برضو، رغم ان زوجي يعني مثاله فالت شويه، بس انا لازم اصونه ولازم احترم العشره اللي بيني وبينه واحترم اولادي. برافو عليك. مفيش حاجه اسمها طلاق. برافو. بنشكرك جدا يا مشادي، بنشكرك جدا وبنشكر كل ارائكم النهارده ومداخلاتكم معانا. وطبعا بغض النظر عن الراي الفردي. تمام. المحامي اللي عمل العقد ده اتفصل من النقابه، اتحولت حقيقي واتفصل من النقابه. وانا بحيي النقابه على على القرار اللي خدته ده. وحقيقي اي حد، البلد دلوقتي ماشيه في اتجاه النمو وماشيه في اتجاه الصح. اي حد بيغلط بيتحاسب. بالظبط. مفيش حد ما بيتحاسبش في البلد دلوقتي. كل حد في البلد بيغلط بيتحاسب، ايا كان هو مين، ايا كان منصبه مين. صح. البلد ماشيه في اتجاه النمو والاتجاه الصحيح. كلنا لازم نقف جنب القرارات الصحيحه، وكلنا لازم نقول ضد القرارات الخاطئه، ونكون ضد الاراء الفرديه اللي بتكون الفاسدة بشكل اللي عايزه تفسد المجتمع. بالظبط. بالظبط كده. بشكرك جدا. انا بشكرك جدا 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 جدا. بشكر الساده المشاهدين، واتمنى نكون عوضناكم عن الحلقه اللي فاتت، وبنعتذر لكم للمره الثانيه، وان شاء الله استنونا في حلقه جديده وبرنامج رسائل مع دعاء الخطيب وعلي محي الدين. شكرا يا دعاء.